في 2010 تم إطلاق أول مركز شحن للسيارات الكهربائية على طريق الطاقة الشمسية. فخليكم معنا نشوف شو صار في هذا الريبورتاج في الأردن. انطلقت تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مدينة الحسن العلمية رئيس الجمعية العلمية الملكية يوم الخميس الماضي أول محطة لشحن السيارات الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، وبدأت التجارب الميدانية مع إطلاق سيارة نيسان الكهربائية ليف الصديقة للبيئة. كيفكم شباب؟ الله يحييك. هلا هلا هلا. من الآخر بتخمس ولا ما بتخمس السيارة؟ بتخمس، بدك إياها بتخمس بتخمس. هلا طيب. طبعا هاي سيارتنا الإيفي إلكتريك فيكل نيسان ليف، أول سيارة طبعاً بالشرق الأوسط والجي سي سي. نعطيكم ديمونستريشن سريع عليها. طبعاً هي السيارة بيور إلكتريك، أوكي، بتشتغل على بطارية ليثيوم أيون باتري، أي سي سينكرونس موتور. طبعاً من جوا السيارة قريب كثير على أي سيارة عادية، أي سيارة بنزين ثانية. عندنا هنا فوق الأبر ميتر في السبيدوميتر، الساعة، الحرارة. عندنا العداد السفلي في باور، هذا عندنا الباور ميتر على اليمين، الموتور اوتبوت على الشمال، باور كفرد باي ذا باتري. هون استيميتد رينج من كم الشحن راح يمشينا، مثلا الشحن الموجود هلا بالسياره بيمشينا 112 كيلومتر. على الشمال حراره البطاريه، وعندنا هون الجير ليفر، هون طبعا قريب كثير على السياره الاوتوماتيك ريفرس. ولو دخل السياره الاوتوماتيك اذا شو هذا الجير؟ خذ على الشمال ولا فوق، ايش صار عندك؟ ريفرس على الشمال لتحت، درايف، اوكي، الباركينج على الكبسة هاي، الهاند بريك سويتش طبعا هو هيك اون اوف، بنطف لتحت هلا طفى، هلا طفى. طيب تحب تسوق فيها؟ تطلع فيها؟ امسك شوي، هات عنا، يلا خدي محطة الدين، خلع شرق البريك، نلف ونرجع هيك. كل التراك بتاعنا محددين، تراك احنا نمشي فيه في الشارع. والله رهيب. هذا المشروع بداية انطلاقه من الأردن هو مكسب للأردن، والأردن دائما سباق في التكنولوجيا وبتقديم الخدمات والمعلومات، وإحنا الآن على صرح كبير، صرح الجمعية العلمية الملكية اللي هو يعني ساهم كثير في كافة الأمور العلمية في المملكة. وهذه السيارة احنا نتأمل منها انه يوم الايام تكون، طبعا هي صديقة بيئة بغض النظر هي لا يوجد بها انبعاثات كربون مثل السيارات الاخرى وصديقة للبيئة، لكن ان شاء الله نأمل انه يوم الايام تكون بمتناول يد الجميع، وبالتالي تكون اسعارها تكون كلها معفاة زي ما لمسنا من كافة الدوائر المساهمة والمساعدة في اعفاء كافة المستلزمات هذه السيارة، وان شاء الله نتأمل انها تكون بصفر جمارك بالاردن، وأتأمل أن تكون انطلاقة للباقي الدول العربية، وإن شاء الله النجاح بأي مكان في الوطن العربي ونجاح للجميع. إحنا كجي تونكس إحنا we're backed up by King Abdullah Fund for Development وباي شركة Iris Guard، وهدفنا إنه نحاول create the ecosystem أو create the electronic design industry بالبلد اللي لها علاقة بتصميم وتصنيع الإلكترونيات. فأول ما حكوا معنا شركة أول سيل بالموضوع هذا، احنا كتير شجعناهم وساعدناهم يلاقوا مهندسين متفوقين من جامعاتنا اللي راح ياخدوهم على أمريكا يدربوهم تدريب هندسي وتصميم مشان تطوير هذه الستيشنز. ان شاء الله احنا يعني رؤيتنا انه تصير تطويره من الناحيه هندسيه وتصميم يصير بالاردن بالمستقبل. فاحنا داعمينهم كليا على مستوى الجامعات، على مستوى المهندسين، وان شاء الله بنسهل لهم شغله مهندسين في تصميم الالكترونيات. هذا المشروع هو عباره عن نقل تكنولوجيا من قائم عليها الدكتور سعيد الحلاج، نقل التكنولوجيا من الولايات المتحده الأمريكية للأردن لتكون أول محطة شحن في العالم. طبعا ليش أول محطة شحن في العالم؟ لأنها بصراحة البطارية فيها الباتنت تاعت الدكتور سعيد الحلاج. احنا حرصنا على نقل هذه التكنولوجيا للأردن حتى تكون الأردن منطلق للتكنولوجيا النظيفة في العالم. باختصار آلية عمل المشروع هو تحويل الطاقة الشمسية عن طريق السولار بانيل، الخلايا الشمسية تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. هاي الطاقة الكهربائية مخزونة في الباتريز. الآن الباتريز نقدر نشحن احنا السيارات اللي هي سيارات شركة نيسان او شركة مترا، السيارات الكهربائية عن طريق الشارجر.
الشارجر من شركة دي بي تي. فهي الآلية كلها الباتنت للدكتور سعيد الحلاج اللي هو عملية نقل التكنولوجيا من الولايات المتحدة الأمريكية للأردن، وكان هو المبادر بصراحة في هذا المشروع. والحمد لله هنا الآن ننتظر إنه نطور المشروع بأكثر بحيث إنه تصير سيارات كهربائية تمشي في الطرق الأردنية بإذن الله في الشارع الأردني إن شاء الله. فكرة نت إنرجي هي استخدام الطاقة الشمسية لشحن السيارات الكهربائية، تشتغل على الكهرباء توتالي. طبعا الفكرة السيارات الكهربائية موجودة في العالم، ولكن نعتقد احنا لأول مرة تستخدم الطاقة الشمسية مباشرة لشحن السيارة الكهربائية، وبالتالي هي حقيقة زيرو إميشن، ما في أي انبعاثات كربونية، لأنه ما بنستخدم الكهرباء اللي تتولد عن طريق البترول وعن طريق الأويل، ولكن عن طريق الطاقة الشمسية، فهي حقيقة زيرو إميشن أو انبعاث صفر من كربون للبيئة.